طيب اتكلمنا على الاهلي بيستعد ازاي، سان جورج مقيم فين وبيستعد ازاي. تعالوا بقى نطير على استاد القاهره الدولي، مسرح المباراه، ملعب المباراه، استاد القاهره، مع زميلنا محمد توفيق. مساء الفل يا محمد. مساء الخير زميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك كل الزملاء الاعزاء بالطبع فاروق صلاح وكريم احمد، كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار عندك في استاد القاهره النهارده، المباراه مش بحضور 5000 ولا 10000، لا انت بتتكلم في 30000 متفرج، يعني بنتكلم مثلا ما يقرب من نصف الساعه الرسميه لاستاد القاهره، وانت موجود من بدري في الاستاد، شفت ارضيه الملعب، المدرجات، الترتيبات، الاستاد كمان هيستضيف في السوبر ليج بعد اقل من شهر، فالاجواء عندك دخول الجماهير، في اعداد حضرت بشكل كبير من دلوقتي، كل التفاصيل معاك يا محمد اتفضل. في البدايه محمد يعني خلينا نشرح لك الحاله هنا بالظبط في استاد القاهره، يمكن خليه نحل هنا موجوده في استاد القاهره الدولي منذ صباح الباكر واحنا موجودين معاهم، طبعا المراجعه على كل ما يلزم ارضيه الملعب، مسرح المباراه زي ما انت وصفتها، تخطيط الملعب، الاهتمام بالنجيله، الصيانه، يمكن اتكلمنا بشكل اكبر كبير جدا مع المسؤولين عن استاد القاهره، عمليه الصيانه الدوريه وكل ما يتم في ارضيه الملعب. يمكن استاد القاهره باذن الله النهارده يظهر بشكل اكثر من رائع. على صعيد بقى الدوري الافريقي ان شاء الله اللي باذن الله هيبتدي خلال الشهر القادم باذن الله، يمكن ترتيبات اكثر من رائعه، والتعديلات اللي طبعا طلبت من الشركه المنظمه سواء في المقصوره الرئيسيه او في مقصوره الاعلاميين شغاله على قدم الوثاقه محمد، باذن الله قبل الميعاد المحدد يكون كل التجهيزات انتهت حتى يظهر استاد القاهره معقل النادي الاهلي باذن الله بافضل صوره خلال البطوله. على صعيد بقى الاجواء يمكن درجه الحراره 34 درجه مئويه، اعتقد جو مناسب جدا مع بدايه المباراه كمان، اتوقع درجه الحراره هتنزل ل 30 او 29 درجه مئويه، فان شاء الله ده يكون مساعد اللاعبين في الملعب كمان الجمهور في المدرجات يكون مرتاح بشكل كبير جدا. يمكن الجمهور النادي الاهلي بالفعل بدا دخول المدرجات الخاصه به سواء المقصوره او الدرجه الاولى او كمان ثالثه شمال مكان جمهور النادي الاهلي المحبب والمعتاد منذ الرابعه والنصف عصرا، يمكن موجود عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي من النسبه طبعا اللي تم تخصيصها والمحدده ب 30000 متفرج. ان شاء الله قبل بدايه المباراه ومع وصول اللاعبين يكون الساعه الرسميه المحدده لهذه المباراه اكتملت بشكل كبير جدا. يمكن طبعا كنا خطوه بخطوه مع جمهور النادي الاهلي للاطمئنان على دخولهم للمدرجات، يمكن عمليه الدخول يا محمد بيتم في سهوله ويسر تامه طبعا بالتعاون بين وزاره الداخليه وشركه تذكرتي الوطنيه، وكمان الامن الخاص بالنادي الاهلي بيتم يعني تسهيل مهمه كل جماهير النادي الاهلي عشان تقدر تستمتع بوجودها ان شاء الله في المباراه، وباذن الله هتستمتع ب 90 دقيقه وان شاء الله نفرح كلنا عقب نهايه المباراه بضربه بدايه قويه نحو النجمه باذن الله ال 12 في قميص النادي الاهلي، وان شاء الله تكون ضربه موفقه النهارده يا محمد وتكون نتيجه. يمكن كلمنا مع عدد من الجماهير كلهم متفائلين النهارده ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه كبيره ونتيجه ايجابيه باذن الله رب العالمين، وبالطبع يوم الجمعه كمان نأكد صعودنا باذن الله لدوري لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله البدايه تكون النهارده وتكون ضربه بدايه قويه لموسم باذن الله افريقي جديد موفقين فيه باذن الله رب العالمين. طيب توفيق، عشان الجمهور اللي لسه موجود في البيت ولسه ما نزلش وراح الاستاد او حتى قريب من مدخل الاستاد او مداخل الملاعب او ملعب استاد القاهره الدولي، الاماكن اللي الجمهور هيدخل منها، يعني بوابه الرشدان في مساحه للجمهور، مدخل الدرجه الثالثه من شارع مثلا صلاح سالم، المدخل من جنب نادي الزهور، يعني الاماكن المتاحه او بوابات الاستاد، الاماكن اللي متاحه للجمهور الاهلي عشان يدخل يحضر في استاد القاهره عشان ما يكونش فيه تكدس على بعض البوابات. في البدايه بطمنهم محمد ان ينزلوا ما فيش مشكله، الدخول بيتم بشكل اكثر من رائع، يمكن ما بيستغرقش الدخول من بوابه الاستاد الخارجيه الى المدرجات بالداخل اكثر من 10 دقائق، الامور بسيطه جدا، طبعا في تعاون زي ما قلت لك بين الاجهزه المعنيه سواء من وزاره الداخليه او من شركه تذكرتي، وهو حقيقه توفيق قدامنا كمان على الشاشه بيتعاون بالفعل. معلش يا محمد وانت بتتكلم معانا قدام اللقطات هي على الهواء مباشره على شاشة قناة الأهلي، الجمهور داخل، تفتيش واضح سهل بسيط، الجمهور داخل وكل واحد طبعا معاه الفان اي دي بخلاف التذكرة، حتى الأزايز، المية، زجاجات المياه، الشنط، يعني أنا شايف حتى التعامل سلس كمان مع جماهير الأهلي، فده شيء يعني بنشكر فيه بالتأكيد يعني الجهات الأمنية على التعاون بهذا الشكل الرائع، بنشكر بالتأكيد إدارة هيئة الاستاد على توفير كل سبل الراحة للجماهير، فكرة كمان إن الجمهور يدخل بالشنط، يدخل بزجاجات المياه، يعني كمان لا في تعاون جميل جدا كمان من الجهات الأمنية، فأنا لازم أبروز ده وأتكلم عليه، والجمهور كمان شايف على الشاشة كل اللقطات وأنت بتشرح يا محمد أكيد. اتفضل.
بالفعل يا محمد زي ما قلت لك من البوابه الخارجيه من على الشارع الرئيسي لحد المدرج جوه ما بتكملش بالظبط 10 دقائق. الجميع هنا متعاونين على شيء واحد بس وهو راحه الجمهور وتوفير كل سبل الامان ليه. يمكن طبعا كان مقرر ان الجمهور يخش من الثالثه عصر ولكن طبعا تم تاجيله للرابعه والنصف مش عشان حاجه ولكن طبعا لتاكيد كل سبل الامان داخل الاستاد لاطمئنان على كل الاماكن الخاصه بالجماهير انها امنه بشكل تماما. وبنشكر طبعا وزاره الداخليه على هذا الجهد. يمكن تم تخصيص يا محمد البوابه المطله على شارع صلاح سالم لدخول جمهور النادي الاهلي من الدرجه الثالثه شمال. في المقابل يمكن المقصوره الرئيسيه او المقصوره الاماميه دخولهم من بوابه المقابله على طول لمسجد الرشدان سواء ليه زي ما قلت جمهور الدرجه الاولى او المقصوره الرئيسيه. وبالطبع دخول الاعلاميين بيبقى من نفس البوابه محمد بتاعه جمهور الدرجه الثالثه شمال طبعا لان في بعض الاصلاحات على البوابه الخاصه بالباب المطل على فندق اللاعبين زي ما بنقول في استاد القاهره. طبعا البوابه زي ما انت قلت المقابله لصحه النصر او شارع النصر طبعا تم اغلاقها لان طبعا ما فيش جمهور من النادي الاهلي هيكون متواجد في هذه المنطقه. الجمهور بس بيقتصر على مدرجات الثالثه شمال وعلى المقصوره الاماميه والدرجه الاولى. الدرجه الثانيه كمان يمكن مش مخصص لها تذاكر في هذه المباراه طبعا لان طبعا في مقصوره الاعلاميين موجوده بداخلها وفيها بعض الصيانه. ف يعني الاعلاميين في هذه المباراه هيكونوا موجودين بالفعل في مدرجات الدرجه الثانيه على الجزء الايمن المقابل للمقصوره الرئيسيه. ولكن كل الامور يعني كلها بتتم بسهوله ويسر. تم لكل جمهور النادي الاهلي اللي يمكن نتاخر شويه لسه ما نزلش لا يعني اطمن وانزل ما فيش مشكله. 10 دقائق هتبقى زي ما قلنا من على الشارع الرئيسي هتكون جوه موجود في المدرج هتقدر تستمتع بفرقتك. الجو كمان يمكن واحده واحده محمد الجو بقى احسن والطف كتير ودرجه الحراره بتقل. فان شاء الله جمهور النادي الاهلي يكون موجود يستمتع يروح كمان مبسوط وان شاء الله زي ما قلنا تكون خير بدايه باذن الله على بركه الله ويكون فوز اول باذن الله نحو لقب غالي على كل جماهير النادي الاهلي والنجم ال12 باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا يا محمد على كل هذه المعلومات. ويمكن طمنا جمهور الاهلي بشكل كبير جدا على استعدادات استاد القاهره لاستضافه لقاء اليوم. عدد كبير جدا من الجماهير ما بيحصلش في الادوار التمهيديه لكن بالتاكيد بنشكر كل الجهات الامنيه على هذا القرار بالموافقه بحضور 30,000 متفرج. ودي بادره امل على ان المباراه المقبله رغم انها ممكن ما تكونش ادوار نهائيه لكن ان شاء الله ممكن نشوف الساعه الكامله للاستاد في المباريات الافريقيه يعني ايزانا بقى بالسماح لده باذن الله في الدوري في الفتره اللي جايه او مع انطلاق الدور الثاني.